لكن للحديث أكثر وبشكل أوفى عن تحركات الفيدرالي الأمريكي وقراراته الأخيرة ينضم إلينا من دبي رائد حامد الخضر، كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكويتي جروب. أهلا بك سيد رائد. بداية مع التحركات الأخيرة التي شهدناها بالنسبة للفيدرالي، هذا رابع رفع بالنسبة للفيدرالي خلال عام 2022، لكن في هذا التوقيت أيضا تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي كانت بإبطاء وتيرة رفع الفائدة. إلى أي مدى بتوقعاتك حول هذا الأمر يمكن أن تؤثر على توجهات الفيدرالي في المرحلة المقبلة فيما يتعلق برفع الفائدة؟ يعني حقيقة أنا لا أتفق بشكل كبير مع ما حدث من الفيدرالي يوم أمس، وأعتقد أن نتائج التأخر في عملية تشديد السياسة النقدية بكمية أكبر وبشكل أكبر سوف تكون ذات تأثير أكبر سلبية على الاقتصاد الأمريكي، الذي لن يعاني فقط من ريسيشن أو ركود، وإنما ممكن ندخل بمرحلة كساد والديبريشن. الموضوع الأساسي الذي تأخر به الفيدرال الأمريكي وعملية رفع أسعار الفائدة بوقت أبكر مما هو عليه، وتقليل من أهمية التضخم المرتفع في الآونة الأولى ووصفه بأنه مؤقت، ومن ثم اعترف بأنه التضخم ذو تأثير أكبر. وإعجاب الفيدرال الأمريكي بأسواق العمل، أعتقد يعني ننسى طبيعة العمل اللي عم يتم أو الوظائف الجديدة التي يتم خلقها حتى هي لمجابهة التضخم المرتفع، ولا تتمتع بمعدل أجور ساعية أعلى يستطيع من خلاله الأفراد المنافسة لتكاليف المعيشة. وبالتالي الأمر واضح وبشكل كبير جدا، استفادت أسواق الأسهم إجمالا من هذا الرفع الأقل من المعتاد، وبالتالي عملية تقليص أسعار الفائدة من قبل الفيدرال الأمريكي في العام القادم وظهور الركود بكل معالمه أعتقد هي أمر واقع يجب أن يحدث، لأنه عملية الركود والتخرج من الركود من قبل الفيدرالي سلاح الوحيد هو إعادة تخفيض أسعار الفائدة وتسهيل السياسة النقدية لتحفيز المشروعات التجارية على التوظيف وعلى الإنتاج مرة أخرى. رائد، دعنا نعرج على الذهب وأسعار الذهب التي بدأت ترتفع للجلسة الثانية على التوالي بعيد قرار احتياطي الفيدرالي. الفيدرالي كما تعلم يعني بدأ أقل تشددا هذه المرة مما كانت الأسواق تعتقد. هل نستطيع القول بأن الذهب ورحلته مع البريق واللمعان بدأت في الأفول والتراجع وانتهت رحلة نزيفه من مستويات فوق $2,000 كما شهدنا حتى 1680 دولار؟ هل سيبدأ الارتفاع فقط مستفيد من التضخم وارتفاعه عالميا؟ أعتقد العملية مرتبطة بشكل كبير جدا بأن المستويات اللي ارتد منها مؤخرا الأسبوع الماضي عند 1680 دولار للأونصة كانت مستويات فنيا هي مستويات مهمة جدا للانعكاس بالاتجاه الصاعد وتكوين موجة صاعدة، ونحن نعلم تماما أنه كان في عندي تفعيل للعديد من أوامر الشراء على هذه المستويات، وكذلك الأمر سواء على شريحة العملاء الموجودين عندك أو إذا تحدثنا عن المستويات اللي تصدر عن تقارير مثل COT، تقرير بورصة شيكاغو، المراكز الشراء كانت كبيرة وكثيرة عند هذه المستويات عند 1680 دولار للأونصة. نضيف إلى ذلك أنه تاريخيا عام 2016 عندما بدأ الفيدرال الأمريكي برفع أسعار الفائدة بدأت أسعار الذهب مشوار الصعود الذي استمر حتى يعني 2020 وكورونا ووصولنا إلى أعلى مستوياته تاريخيا، لكن حتى قبل كورونا نحن انطلقنا بمشوار من مستويات 1400 وصلنا حتى 1900 دولار للأونصة قبل أن يكون هناك كورونا أصلا في الأجواء. بالتالي الذهب مرشح أنه يكون بدأ فعليا موجة صعود في الوقت الحالي، سواء كان بالاستفادة من مستويات التضخم أو بالاستفادة من الأسعار المنخفضة نسبيا، والسعر العادل للذهب بالمقارنة مع منتجات أخرى أو أسيت من نفس المستوى يعني أعتقد هو عند مستويات أعلى من السعر السوق اللي نحن نشهده حاليا. كل هذه العوامل تجتمع في نفس الوقت مع المخوف من الريسيشن أو الركود نتيجة التسرع بتجديد السياسة النقدية، أعتقد سوف تضغط بشكل كبير على أسعار الذهب بالاتجاه الصاعد،
وممكن يشوفوا عودة مجددا إلى ما فوق مسألة 1850 دولار للأونصة. نعم رائد، نحن شاهدنا خلال الفترة الماضية النتائج الإيجابية بالنسبة للقطاع المصرفي الأمريكي، خاصة مع رفع الفائدة، وهذه المرة أبل وأمازون وماستر كارد وفايزر على موعد اليوم للإعلان عن نتائجها. برأيك كيف سيكون وقع نتائج الشركات هذه على تحركات المؤشرات الأمريكية في جلسة اليوم؟ يعني أنا شاهدت يوم أمس أنه المؤشرات الأمريكية تفاعلت أكثر مع قرار الفيدرالي الأمريكي بالإيجاب والاتجاه الصاعد، ولكن إذا بدنا نتحدث عن إعلانات الشركات فيعني إعلانات الشركات لم تكن بإيجابية كبيرة حقيقة، من أولها مع جنرال إلكتريك التي حققت بأرباح بأقل من التوقعات، إلى معظم الشركات التي أعلنت عن أرباحها هي أرباحها أقل من الربع نفسه مماثلا في العام الماضي. بالتالي يعني نشهد قراءات وإن كانت أعلى من التوقعات في بعضها إلا أنها إجمالا هي أقل من قراءات السنة الماضية، وهذا يعني عبارة ضمنية على أنه الأسواق والاقتصاد الأمريكي والشركات الأمريكية متضررة بشكل كبير جدا من مستويات التضخم المرتفع. ونسمع الأقاويل والأحاديث من الشركات الكبرى مثل آيفون كيف عم تسعى، يعني أبل كيف تسعى إلى تقليص العمالة في نفس أو تقليص عفوا توظيف عمالة جديدة أو إبطاء هذه الوتيرة، كذلك الأمر القيام بعمليات تكثيف للعروض وذلك بهدف توفير الكاش اللازم لتوزيعات أرباح سواء على معظم الشركات. كل هذا الأمر نشهده علانية في الأسواق الأمريكية، يوجد هناك أثر كبير سلبي للتضخم على الاقتصاد الأمريكي. بالتالي أعتقد هذا السيناريو سيواصل وسيضغط على UT 100 وعلى ناسداك وعلى الداو جونز والمؤشرات الأمريكية. رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في إيكويتي جروب، كفيت ووفيت، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.